بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. برنامج رسائل، برنامج الذي نرسل فيه رسائل حسينية إلى أتباع الإمام الحسين سلام الله عليهم، تربوية أخلاقية مأخوذة من سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، ليست فقط السيرة التي ترتبط بيوم العاشر من شهر محرم الحرام، ليست السيرة التي ترتبط بالسويعات الأخيرة من حياة الإمام الحسين، ليست السيرة التي تختصر الإمام الحسين في عشرة محرم، لا، السيرة من الولادة إلى الاستشهاد، السيرة التي تجعل الإمام الحسين شموليا موجودا في كل مكان، موجود في كل زمان، موجود لكي يحل كثير من المشاكل، موجود لكي يصنع الفكر النير، الفكر الصحيح، الفكر الواعي. قدمنا رسائل كثيرة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الحسين عليه السلام في ظل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغدق كثير من الحب وكثير من الاهتمام وكثير من العاطفة على ابنيه الحسن والحسين، وكيف أن الحسين عليه السلام كان محط إلى هذا الاهتمام وإلى هذا الحب وهذه العاطفة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام في ظل أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الحسين كان في ظل أبيه أمير المؤمنين من السنة، من أول حياته سنة الرابعة للهجرة إلى السنة الأربعين، إلى السنة الأربعين من الهجرة التي استشهد فيها الأمير سلام الله عليه. أربعين سنة، أو دعنا نقول أنها مقاربة للأربعين، 36 سنة تقريبا، 36 سنة هي عمر الإمام الحسين في ظل أبيه، وستة وثلاثون سنة عمر يعني واسع، ممكن أن يصنع الإنسان صناعة، يصنع الإنسان نفسه صناعة، هذه الصناعة هي التي تكون معه إلى نهاية حياته. كيف صنع أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الإمام الحسين؟ لا يمكن أن ننظر إلى هذه الصناعة بدون أن ننظر إلى الجو الذي عاشه الإمام الحسين سلام الله عليه في ظل أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين استلم الخلافة في آخر 5 سنوات من حياته، يعني قبل وفاته ب5 سنوات، السنة 35 للهجرة. قبل ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام دائما موجود في حياة الخلفاء الأوائل، كان موجود للتسديد للرأي الصحيح، كان موجود لإصلاح الأمة بالمقدر المستطاع، ولكن حينما استلم زمام الخلافة وكان هو الخليفة بدأ حركة إصلاحية. هذه الحركة الإصلاحية قائمة على عدة ركائز: المساواة بين المهاجرين والأنصار، المساواة في العطاء، عزل الحكام أو الولاة الفاسدين، تولية الحكام الصالحين، ووضع الأسس الفكرية والصحيحة إلى الدولة الإسلامية. كان الإمام الحسين وهو في عمر يمكنه أن يعيش نفس الحالة الإصلاحية ويقدم ويساهم في الحالة الإصلاحية التي كان يقودها أمير المؤمنين عليه السلام. كان الإمام الحسين موجود إصلاحي يساعد أباه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يعيش، أن يقدم أو أن يكون إصلاحيا في أمة جده. ولذلك بذل الكثير وأعطى الكثير وقدم الكثير، وكان خير سند من ابن لأبيه. ومن هنا ممكن أن نأخذ هذه الرسالة: الابن هو السند الأول إلى أباه، إلى أبيه. الابن هو السند الأول إلى أبيه، وحينما يكون الأب إصلاحيا
فأول من يرتكز عليه في رحلته الإصلاحية هم أبنائه. إذا وجدنا أب إصلاحي أبنائه خارج المعادلة فهنالك خلل. لذلك أيها الأحبة، أيها الآباء، إذا عشتم الحالة الإصلاحية في المجتمع فيجب أن يكون أبنائكم جزء من هذه الحالة الإصلاحية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيها الأبناء، يجب عليكم أن تعيشوا الحالة، تفهموا، تعوا القضية الإصلاحية في المجتمع. المجتمع يحتاج إلى المصلحين، وكلما كبر جانب المفسد، جانب الفساد، كلما كبرت الحاجة للمصلحين، وكلما كان الواجب أن يكون المصلحين على قدر عالي من المعرفة وعلى قدر عالي من الوعي. لذلك نحن نحتاج الإصلاحيين. احمل هم الرسالة، احمل هم الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا أريد أن أكون مصلحا على لسان النبي يونس أو النبي أيوب، أريد أن أكون مصلحا، الآية الكريمة، أريد أن أكون مصلحا بالقدر الذي أستطيعه، وتوكلي وإنابتي إلى الله سبحانه وتعالى، التوفيق يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. الرسالة التي سوف نقدمها لكم أحبتي وعزائي المشاهدين هو أو هي للآباء والأبناء. الأب الإصلاحي يجب أن يشرك أبنائه في مجاله الإصلاحي، الأبناء يجب أن يساندوا أباهم في رحلته الإصلاحية، ويجب أن يعيش الجميع هم الإصلاح في المجتمع. من هذا اليوم يجب أن تعيش هذا الهم. بعد أن قام أمير المؤمنين عليه السلام بمسيرته الإصلاحية إلى أن وصل إلى مرحلة الاستشهاد، إلى أن وصل إلى مرحلة الاستشهاد وضرب في محرابه على هامته، تلك الضربة التي كانت سببا في استشهاده، أمير المؤمنين عليه السلام يوصي ابنه. هنالك وصية أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام أبناءه، بالعموم عامة أهله، عامة بني هاشم. وهنالك وصايا وصاها بالخصوص لأبنائه الحسن والحسين، لكل واحد وصية. من ضمن ما وصى به أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الإمام الحسين هذه الوصية: واعلم من أبصر، واعلم يا أبا عبد الله، من أبصر عيب نفسه شغله عن عيب الآخرين، من أبصر عيب نفسه شغل به عن عيوب الآخرين. ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام لابنه؟ يريد أن يقول له: بني، عندما تلتفت إلى عيوبك فيجب عليك حينما تلتفت إليها أن تشتغل بها، وأن تذهل وأن تشتغل بهذه العيوب عن عيوب الآخرين. هنالك مجموعة من الناس لديهم عيون ما شاء الله قوية النظر، ترى عيوب الآخرين الدقيقة، ليست العيوب الظاهرية بل العيوب الدقيقة، حينما قال كذا، حينما قال هذه الكلمة، حينما يعني ينظر عيون مجهرية، ينظر من خلالها إلى عيوب الآخرين، ويعتقد أن هذه ميزة وصفة حسنة فيه. وعيونه المجهرية موجهة للآخرين، وعيون عمياء موجهة إلى نفسه، كأنما هو خال بشكل كبير من هذه العيوب، ينظر إلى الآخرين على أنهم شياطين، وينظر إلى نفسه على أنه قديس، فهو يشتغل بعيوب الآخرين عن عيوب نفسه. من منا خال من العيوب؟ إذا كان هنالك إنسان يستطيع أن يقول أنا خال من العيوب، فهذا الإنسان نستطيع أن نقدره، نهتم به، نشكره، يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه جعله خال من العيوب. هذا وإن كان خال من العيوب فلا يجب عليه أيضا أن ينظر في عيوب الآخرين. حتى الإنسان الخالي من العيوب لا يجب عليه أن ينظر في عيوب الآخرين.
إلا إذا كان نظره نظر إصلاحي. أما الإنسان الذي هو أصلا مليء بالعيوب، هذا بأي مبرر ينظر إلى عيوب الآخرين ويذكرها؟ بأي مبرر؟ لا يوجد مبرر ممكن أن نعتمد عليه، ممكن أن يصمد أمام الحجة، ممكن أن ينهض، لا يوجد مبرر. لذلك إذا كان هذا، إذا كان الناس نوعين، واحد خالي من العيوب، واحد مليء بالعيوب. الخالي من العيوب أصلا لا يجب عليه أن ينظر في عيوب الآخرين إلا بطريقة إصلاحية. المليء بالعيوب هذا يجب عليه أن يشتغل بعيوبه عن عيوب الآخرين، يشتغل بإصلاح نفسه عن إصلاح الآخرين. أصلح نفسك، اشتغل بعيوبك. الآن هذه الرسالة ممكن أن نطلقها بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وصية أمير المؤمنين عليه السلام إليه. أيها الأحبة، إخواني، أحبائي، أعزائي، انظر في عيوبك، انظر إلى نفسك، اختلي بنفسك، انظر في هذه النفس، انظر في كيف تتعامل مع الآخرين، انظر كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف تتعامل مع نفسك. بلا شك سوف تظفر بعيب عيبين. هذه العيوب ركز نظرك عليها بحيث أن تتجاوزها. هذه العيوب يجب أن اضرب بين نفسك، بينك وبين نفسك عهدا، ميثاقا، وقتا معلوما، أجلا معلوما، لكي تتجاوز هذا العيب. لا يوجد أفضل من موسم عاشوراء لكي نتجاوز فيه عن عيوبنا. وحينما تتجاوز عن عيوبك، أو حينما تعرف عيوبك، ممكن أن يكون هذا طريق للتجاوز عن عيوب الآخرين. حينما تشتغل عن عيوب في عيوبك، سيكون هذا طريق لعدم النظر لعيوب الآخرين. فإذن أيها الأحبة، هذه رسالة الإمام الحسين إليكم في هذا الجزء من الحلقة: اشتغل بعيوبك عن عيوب الآخرين، وحين تقوم بذلك تكون أنت قد مثلت الإمام الحسين عليه السلام خير تمثيل، استقبلت وصية أمير المؤمنين للإمام الحسين خير استقبال، قمت بما هو مطلوب من عندك، وأنت في كل الأحوال هو الرابح، وأنت في كل الأحوال هو الفائز. فإذا أحبتي، انظروا إلى عيوبكم، عيوبكم، وأنظر أنا أيضا إلى عيوبي لأشتغل بها عن عيوب الآخرين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج رسائل، إلى ذلك الوقت أسألكم الدعاء، في أمان الله.